الشوك. حب الأوراق الإبداع. ورجعنا نعدل الأوضاع. اقلبوا الشاشة واستمتعوا بالمشاهدة. يس. فاهمنا حلقة نارية اليوم. نارية. ولعة. إيش أجمل تسريحة جديدة؟ لا 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 حتى اللي كانوا منك. 5000 تعليق كلها نعيمة يا فارس. أنتم متابعيني تريني وامشي بالملة. أنا ما أعرف أكتبها. وما زلنا مستمرين في سيزن ألف شهرية. اليوم راح نسوي لكم تحدي عجلة الحظ. ايش عجلة تحطيها؟ يعني؟ التحدي باختصار يا متابعيني عندنا 14 عنصر، كل متسابق راح يبرم عجلة الحظ 3 مرات، على سبيل المثال 1 2 3. الاختيار هنا كورن فليكس، حيكون داخل الخبز المفروض يحط كورن فليكس، حيكون لكل خصم 3 محاولات يعبيها داخل الخبز، اوكي؟ ممكن تحط طماطم، ممكن شيبس حاصل بالارواح، انت ونصيبك. الله يستر. اوكي؟ تحدي جدا لذيذ وخفيف وظريف. لا بدأت منك طبعا انا مجهز لكم كل الاغراض اللي موجود هنا موجود هنا، اوكي؟ ايش هذا؟ طلعت صراصير هنا. فين الصراصير؟ ما في صراصير. لا 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 والله ما في. طبعا عندك هنا صندوق الغامض، ممكن يطلع لك صرصار، ممكن يطلع لك صحن بيك، انت ونصيبك ما تدري. نلعب حجر ورقه مقص، والفايز هو اللي يلعب اول واحد، اوكي؟ يلا حجر ورقه مقص. كسرتكم كلكم. انا فزت خلاص. يا رب حبه الخبز هذه اعبيها بالاشياء اللي انا احبها من هنا. يا رب يا رب. اول شيء يجيك شيبس حاصل الارواح. يا لطيف اجعله خفيف. عندي 3 محاولات. اول محاوله 1 2 3. يا رب يا رب يا رب. يا فول للمسا. بداية مبشرة بالخير. أنا الفول هذا الفول. نفتح الخبز أول شيء. طبعا هنا ما في لا ملح ولا أي شيء، زي ما هو كذا. تطلع الفول، ناخذ ملعقة فول. هذا أول اختيار جاني في عجلة الحظ، والله إنه اختيار موفق. فول مجمس على كيف كيفك. بسم الله. باقي لي محاولتين. خاطري مع الفول شوية كشري تطلع 100 100. لا أسهل أسهل. يا رب يا رب يا رب يا رب كشري. يا رب كشري. يا رب كشري. ايش هذا؟ تبديل. في الحاله هذه التبديل عندك في راسك ولا عند اللي جنبي؟ صح عند اللي جنبي. خذ. لا لا لا. تبديل عندك والله. والله عندك. كمل. ايش تبديل؟ جاني تبديل في اللي جنبك. انا دحين مفروض العب صح؟ جاء تبديل. باقي لي محاوله واحده، انت العبها وعبي انت وحظك. ها يا فيصل يمكن يجيك تبديل تعطيه في راسك. يا تبديل. ما احب الفول بس عشان ربي ممكن يجيني تبديل. يا رب تبديل يا رب. يعني حط لك شوية فول. يلا وطن شوية فول. يلا بالعافية عليك. كل متابعين هذا أول سندويتش من عجلة الحظ. شوفوا يلا ابنا. بسم الله. حسستني كأنه بيبلع مدري ايش بيضني. الله ترى سندويتش فول. اللي بعده يا عبدو. عندك 3 محاولات يا فراس، اوكي؟ يا رب شوف حاسة الأرواح. يا رب نوتيلا. تبديل معه. الحين تبديل من عندك في دريع يعني. أوكي. يعني الحين باقي لي برمتين. الحمد لله. ما برمت. يا لطيف اجعله خفيف. نوتيلا. والله كنت مهار. اسمع تبديل. اسمع نتفق. اسمع. فين النوتيلا؟ فين النوتيلا؟ فين النوتيلا؟ هنا 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 هنا. طبعا هنا لازم نغرف طرفة كبيرة كذا. الله حطها زي كذا يا قلبي يا الله. خلاص يا بالله ما تقدر تعيني فيها. اتمو بسرعة لف لف لف. يلا يلا لا تاكل لا تاكل. يا رب ما يجي تبديل. يا رب والله لو جاء يا رب شوف حاصلة الأرواح. والله لو جاء تبديل اقسم بالله لو جاء تبديل حتى والله كان نفسي فيها. كل انا اللي نفسي فيها. حيموت انت اثنين انا راح اموت. الحين دور مين؟ والله التبديل هذا اقسم بالله شقلب. دورك انت دوبك اكل. دور مين يا متابعين؟ اكتب تحت في التعليقات. ايش نفسك يا فيصل؟ انا نفسي نوتيلا. ثاني مرة؟ ايوه اكلت نوتيلا كلك شيء ثاني. بكوني كويس. 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 بيلك نتفليكس. يلا روح. بسم الله. باقي لك لفه يا فاسر ولا خلاص؟ لك لفتين انت اكلت على طول.
والله بعد الفرح هذه خلاص يلا دوري. انا بعد فيصل. انا ايش بفرح كذا نمشي يا اخي نمشي يعني ولا انا دوري واحد اثنين ثلاثة. يا رب يا رب. ايش حكاية الفول انا مالي؟ شكله اليوم حنقضيها فول. جماعة نبداها بالفول. الله اللفة الثانية يا صاحبي. والله إذا ما جاء شيء مخمخنا مع الفول ما راح خلينا نسوي كذا. أبغى البوكس الغامق. يا رب البوكس الغامق. يا رب البوكس الغامق. أوه هذا يا حبيبي كذا زي ما هو وين حط هنا؟ لا 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 رب الكعبة كذا من السيستم حقك. يلا روح باقي لك لفة. يلا فراس. يلا واحد اثنين ثلاث. أنا أتوقع حيجيك عسل. عسل. بروكلي. لا والله سندويتش تعبان. سندويتش رهيب. نجيب لك حبه البروكلي. طبعا البروكلي مو كله احنا نعطيك اياه نشيل لك بس المهم بس المهم بس لا لا بس صدق والله صدق حتى اوه بالمويه اللقمه حتكون زي كذا شايف كيف؟ والله الثلاثي الملح كلها هذا كله اختفى. اول سندويتش اسطوري. ما في مشاعر. اعتقد راس ما راح ياكل الفول نهائيا. كمل كمل لا تستنى كيف اكون نتفلكس؟ اح الرجال ما يقول ايش؟ اح ابلع ازود لك فول؟ ازود لك فول اللي بعده؟ الحين دوري يا متابعين انا باذن الله متوقع انه حظي راح يكون جدا رائع مره جيعان وباذن الله حيطلع شيء طيب يا لطيف اجعله خبير او مويه لا توترني لا لا تاثر علي شوف قال لك الله هذا شيء ولا ولا ابدا اقول لك انا مولع هذا الخبز هنا مع بيسكتلز يا حبيبي يا رب بيسكتلز توقع مع بيسكتلز ايش حيجي يا رب يجيني نيوتيلا يا رب نيوتيلا يا رب نيوتيلا 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 حتجي نيوتيلا انا متاكد حظي قوي حظي فلفل والله كان باقي تكه بقول لك تكه ولا شيء تجيب قرن كامل اكبر قرن فلفل حسبني اخاف انا باقي اخر لفه طاسة طماطم لا كذا استفراغ ليش جايب هذه اللي ما تنفتح؟ خلاص ما تنفتح هذه خلاص لا والله تنفتح ما تنفتح انت جايب شيء ما ينفتح بجيب فتاح روح جيب فتاح عشان تذوقها بس والله سندويش محبوك هذه صلصة الطماطم وهذا السندويش حقي حط شوية هذا الفلفل نقول بسم الله الرحمن الرحيم حطيت الفلفل حاول يا سلام كيف الميكس بالله حكيني حكيني كيف الميكس ها 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 يا عبدو يلا لعبة كفاف يلا فاصل دور العب عني كفاف انت ايش يا خلاص مسكت على النوتيلا انا احب النوتيلا انا احب الشوكولاته والنوتيلا هي الشوكولاته طيب يلا اوبا اندومي ناكل اندومي يا فاصل كيف سندويش اندومي؟ انا ما قلت اكلت اندومي واو اي مو قصير انتهى قصير شوية شو؟ ها؟ ها؟ ايش حط؟ سكتلز؟ سكتلز؟ جاهز سكتلز ولا ايش ما انت بس سكتلز لا 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 يا جماعة لا لا يا متابعين متابعين انتم مشاهديني وين اجا اقول لك لا الحين هذه كلنا مركزين معاك يلا هاي متابعين اكتبوا ايش جاب تعليقات يا رب اللي ببالي يا رب نعطيه محاولة موافق يلا محاولة أخيرة يلا واحد اثنين ثلاثة أي خمس ما يصور مشي خلاص زين امسك مش لامي لا انت ولا كيف متابعين مو لازم ياكل يا هو مشي انت لازم تاكل الحين يلا هذا تراك واضح 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 اللي بعده يا عبدو راح نغير بعض الاشياء هنا دحين زي النوتيلا والسكتل والفول لان كل شويه قاعده تتكرر حتى اذا جاء فيصل يتفاجئ جاهز يا فيصل سوينا له تحديث انا وفراس وظبطنا فيه اشياء تصلح للاطفال اي شيء اكلناه خرجناه ايوه طيب هذا ليه نوقف من زمان كشري ابو طارق انا ودي يجي كشري ابو طارق دور مين الحين دقيقه دور انت دوبك شاري وغيرنا الاشياء هنا الحين ايوه حجره ورقه مقص يلا يلا حجره ورقه مقص يا
يعني انت بتشهيه والله لذيذ. طب في السودان انت وانت في السودان يا رب السردين يا رب. واحد اثنين ثلاثة. انت لسه تتشرب الحمد لله يا جماعه. والله كشري طاري اصل الكشري. اه لا ده وش مين ده انت عالم؟ والله الاصل دي عالم. نحط ملعقه كشري واحده مع الفستان. واحد اثنين ثلاثة. والله انه مضبوط حلو. لا بقى سلم شوف والله ان سندويتشك مضبوط. والله يا جماعه شكل السندويتش عالم. اول سندويتش التحدي يكون مقبول. قاعد ياكل بيقول معاك ولا كيف ضابط الفول السوداني مع الشرب الطارق؟ معطيتك المزازه جوا السندويتش. ايوه والقرمشه مع الملوحه. يا سلام ممكن العب؟ جعان بلعب. عسل بدايتها عسل. يس يا رب جبنا بعدها يا رب. يا رب مع سردين. يا رب مع سردين. يا رب معاك انت كذا حبك. ما يبان اسود يا اخي. ما يبان والله ما يبان. صب العسل زي ما قال الكتاب في عجله الحظ. حلو الفله. لا لا ما انت يدك ما هي مضبوطه. دبره دبره. يا رب يا رب مع الله 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 دوريتوس. انا جدا عارف دوريتوس طويله حلو مالح بالجبنه. يا باقي لي اخر برمه صح؟ كيف كذا؟ يا رب يجي تبديل. هذا ليه ما غيرنا الكوري فليكس؟ والله سندويشه مميز. بدأت تضبط السندويشات المتابعين بعد الجوله 15 يمكن. عرفنا السر. والله رهيب. يا سر لعبتك. اه الحين تفكير نينجا. تفكير نينجا؟ واحد اثنين ثلاثة. اجيك دحين اجيك شيء مره رهيب. اوه يعني لا حتاخذ سندوتشات ولا شيء، حتاخذ شيء بصندوق الحرب. جاهز للمفاجأة يا فيصل؟ واحد اثنين ثلاثة. اوبا افتح افتح عينك. اوبا كنتاكي. ايوه استمتع دحين. لا صندوق الحرب هذا الله يرزقني هو. ساعدك يا فيصل. ساعدك. نفك معك نفك معك. اوه شيت حرام. اوه شيت. ايش البطاطس؟ ايش البطاطس الجديد هذا كنتاكي؟ واو جديد كنتاكي. لا يا خلص التحدي هذا نروح فين؟ اقترح كنتاكي على طول. فوز بجدار صندوق الحظ يا جماعه. برمتك خفيف. لا لا قلت يمكن تلف وتجي صندوق الحظ مره ثانيه. لا كل لا لا اقسم بالله يوم تيجي انا بتجنن. تكفى يا جماعه هات وربك هات هات. ايش اللي تكفى تكفى؟ نتفق اتفاق. ايش الاتفاق؟ مو كل اي مو كل هذا شيء مره وسط صغير زي كذا الحظ لك. يلا افتح كل التراب اللي حق الشطه نزل. ايش في شيء يبسطها؟ والله يا فراس ايش ما حتحط هنا ما في شيء حيبسطها. روح العب انت خلاص فضي عليك. تخيل تجيب ثاني. لا لا يا رب فلفل حار. يا رب فلفل يا رب يا رب. باقي فرة اخر فرة. يا رب تابعين ادعونا اكتبوا لي بالتعليقات ادعونا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. جيب كاسة شاي معك. برد برد برد. ايش بك ما اكلت لسه عن شركت؟ لا تنسوا تعطونا احلى لايك. والله ما في والله ما وانشروا المقطع والله تاكلوا. نخري تركب في الريكورد. تبغى شاي بلي ولا حاف؟ هي تفرق يا فراس. لا قفلة. طب ما خلاص كذا. خلاص خلاص قفلة. قام. ايه روح جو. ابلع. ابلع. والله والله وحش. يا اخي قول لك ابلع فيك ما يحب. واحد اثنين ثلاثة. اللعبة عندك. اللعبة عندك يلا روح. اللعبة عندك. خلاص صار يلعب فيها والله احس كذا ما ادري. اوه شاي اصبر اصبر شاي. لا انا ابغى شاي بكاس. لا هو شاي هنا زي ما هي كذا بالتلقيمه بالليبتون حقها. اي بالليبتون. اي شاي زي فيها شاي تبعين شوف.
اخذ فره لك فور فور يا رب نحط لك هنا شطه يا رب مع الشاهده. ايه قول يا فو سوداني مع شاي. كيف انا ماجد؟ هي اللي لفه مو؟ لا خلاص لفه تبديل ولفه شاي ابلع. بسم الله. والله سندوتش عايب. اوكي؟ اليوم جربنا يا متابعين نكهات لاول مره نجربها، اشياء ما تيجي مع بعض، شطه مع حلاوه، شاي مع فول سوداني. العب يا رب نحضر. هذه اخر حبه خبز نلعب عليها باذن الله يبتسم الحظ. واحد اثنين ثلاثه. جيب عصير الطماطم جيب يا حبيبي حلي يا اخي. ولا شيء مظبوط، ولا شيء اكلته اليوم مظبوط. حط الطين ولا الطماطم اللي بعده. ايش ما يجي بعد الطماطم ايش هيجي بالله؟ ريحه العصير لين. يومك اسود اقسم بالله يا جماعه. اللي بيشتري شيب حصده روح كلمه فيصل. قد ما قد كده يا جماعة. في مخزنين، مخزن هنا وفي مخزن اقول لهم لا لا والله في المخزن. يا رب يا رب اللي في بالي باقي لي اخر فرة يا رب. ايش اللي في بالك؟ ابغى اسال اسال اسال. ايوه ان شاء الله يا رب. يا عمي ان شاء الله يجيك اي شيء يا اخر فرة. يا رب شو بتحط الارواح. تبديل عندك تاكلها. ما بنعيد ما نعيد. ما حاكل شيء حظ روح. والله تاكلها. في حظ كبيرة هنا لحمة. كانت لي كانت لي. ألقوا روح ابلع. والله يا متابعين اللي يحفر حفرة لأخيه المسلم يقطع فيها لو بعد الحين روح. يا جماعة بالله من جد جاء تبديل؟ ابلع. أنا أشك في نزاهة هذه الجولة. شوفها بعدين في المونتاج. يلا زي ما هو ابلع ابلع. يلا ابلع. خيريت بس حاسد الارواح عصير الطماطم. بكذا انتهت حلقتنا. لا تنسوا تعطونا احلى لايك واشتراك وانشروا المقطع في كل مكان. اتمنى اذا الحلقه عجبتكم اكتبوا لنا تحت في التعليقات اذا تبغوا الجزء الثاني من هذه الحلقه. اوه ونسوي لكم اشياء غير هذه. الى اللقاء مع السلامه. والله كان انا استطيع ما تسكين. ايش طبق اول حلقه في القناه حقته وما شاء الله تنزل حلقه يوم الجمعه. شوف حظك يلا سوي. اوه فلفل تاكل فلفل. روح صور حلقتك. روح صور. روح مع السلامه متابعيني. مع اللقاء سلام. اوه نسيت احط لكم سناب المحزم وقناته تحت احط لكم اياها في صندوق الوصف. كل متسابق راح يبرم عجله الحظ ثلاث مرات. فاضيك انا بليز نو. ممكن العب؟ واجع هاي بلعب. يا خلي انا العب. يلا اكو سلطه بدمو. عارف من زمان جدي راسي مصدي عرقي ندي في التحدي ما حد قدي يشوفني مهدي لكن مني ما بتعدي انا شغلي جدي حدك حدي لكن والله ما تعدي. انت تستطيع لا تحاول تيجي في خطي ترى راح تضيع. انت تستطيع